السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حورية شانيل شانيل. نتمنى وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم ملوي مغربي 100%. شوف كيفاش تيجي، كتيجي مورق وزوين. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم ولا لي كومونتير زوينين. ودابا غادي ندوزو لطريقة التحضير والمقادير. كندير هنايا 3 زلايف ديال الفرص بهاد العبار اللي عندي انا، تقدروا ديرو بعبار اخر اللي عندكم. نزيد الزلافة التانية، وهادي الزلافة التالتة. دابا غادي نزيد عليهم زلافة ديال الدقيق الفينو او السميدة الرقيقة. غادي زلافة ديال الدقيق الفينو. ديما الفرص خصو يكون غالب على الفينو. غنزيد شوية ديال الملحة. ودابا غادي نبدا نجمع الخليط. كاين الا بغيتو ديرو فيه السكر، كاين ناس اللي كيديرو فيه السكر باش يجيو محمر، انا ما كنديرش السكر. غادي نخلطو دابا بالماء يكون دافي، يعني غير مهرس عليه ديك البرودة ديالو. الا كان الصيف تقدروا تستعملوا الماء ديال الروبيني، يعني ما تسخنوه ما حتى شي حاجه باش ما تقطعش لكم العجينه. ودابا غادي نبداو نعجنوا على بركه الله. هنخلطوا الملح مع الدقيق كامل. غادي نبداو كنديروا الماء غير بشويه بشويه. العجين ديالو خاصها تكون قاسحه، ما تكونش جاريه باش كيجي زوين. كيجي مورق وكيجي زوين، يعني طريقة سهلة. و الناس اللي كيجيهم صعيب، انا كانت يجيني صعيب الملوي، من لقيت هذه الطريقه هذه ولات كتجيني سهله. غادي نزيدو شويه ديال الماء. كما كتشوفوا العجينه ديالها كتجي قاسحه. غادي ندلكها شويه، انا غندلكها غير هنايا بحال هكا. هنا من بعد ما دلكت العجينه ديالي كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالها، يعني ما كتجيش جاريه، كتجي قاسحه بحال هكا. دابا غادي نغطي عليها بلاستيك الغذائي ونخليها حتى تطلق راسها مزيان واحد 30 دقيقه او اكثر ونرجعوا. ها هي دي العجينه ديالي من بعد ما ارتحت كيف ما كتشوفوا، ها هي ترخفات. غادي نديرها على شكل كويرات. هنا عندي شويه ديال الدقيق ديال الفينو مع شويه خميره الحلويات، نص كيس ديال خميره الحلويات. هنا عندينا جوج كاس، نص كاس ديال الزبده والزيت مخلطين باش نورقوا بهم العجين. ودابا غادي ندوزو نشوفوا الطريقه. كيف ما كتشوف معايا انا فوق سطح العمل درت ورق المطبخ كما كتشوفوا، حطيت العجين ديالي. غادي نبدا كنشكلو على شكل كويرات. ندير كل كويره غنديرها قد هكا كيف ما كتشوفوا. باش كيجيوكم شويه صغار، ولا بغيتو تكبروهم كتكبروا الكرات حسب نتوما اشنو بغيتو. كما كتشوفوا الكره الثانيه شكلهم على هذا الشكل. غنبقى حتى نستمر بحال هكا حتى نكمل العجين اللي عندي. انا ساليت العجين اللي عندي كيف ما كتشوفوا، كورتهم على شكل كويرات كلهم. غادي ندهنهم شويه من الفوق وغادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، وغادي نرجعوا باش نشكلوهم
غنديرهم على حساب الملوي. العجينة ديالي ها هي تلقات، دابا غادي ندوزو باش نشكلوها. دابا غادي نبداو على بركة الله. انا هنا درت هاد الدوره في المطبخ حيت باش منين نقطع ما يخسرش ليا سطح العمل. غادي ندهن مزيان بالزبده والزيت، غادي نبدا كنصوب بحال هكا. حاولوا نطلقوها مزيان من الجناب، تكون واحد السمك اللي متساوي، من نحاولوا ما نرققوهاش بزاف لان ما خصهاش تكون رقيقه بزاف بحال هكا. الطريقه اللي سهله واي واحد يقدر يصوبها. الناس اللي عزيز عليهم الملويف راها زعما طريقه عمليه كتحتاج بزاف الوقت. دابا من بعد ما بسطنا العجين ديالنا غادي ناخذ سكين اولا قطعه ديال البيتزا. انا هنا غنستعمل السكين، غناخذ من هنا يعني ما نقطعش هاد البلاصه ونهبط حتى لتحت بحال هكا. غنبدا كنشكل شرائط الرقيقه، ولتحت غادي نخرجوا السكين ديالنا يعني غادي نقطعوا لتحت، الفوق اللي ما خصوش يتقطع غادي نستمروا على هذه الطريقه كما كتشوفوا. هذا علاش انا درت هذا الورق المطبخ فوق سطح العمل باش ما يخسرش. وانتم الا بغيتو غديروا غير بشويه بشويه باش ما تخسروش سطح العمل، راه ماشي مشكل. انا فضلت ندير هكا. سمحوا لي صوبت الاولى لقيت الكاميرا ما خدامهش. غادي نشوفوا هادي، تبعوا معايا الخطوات في هاد الثانيه. هادي غادي نسلكو العجين مزيان، هاد الطريقة. دابا غادي نجو نقطعوه هاد الشكل هذا. كيف قلت لكم من فوق ما نقطعوش كامل، غنجيو غير سر هنايا ونزلو، ولتحت غنهبطو حتى لتحت كامل. حاولوا نديروهم رقاق بحال هكا. راه كيجي زوين ومورق. دابا سالينا تقطع، غادي ندهنو بالزبدة مزيان باش يبقاو هاد الأشرطة بعد على بعضياتهم وما يتلاصقوش. بحال هكا. دابا غادي نديرو الدقيق اللي خلطناه مع خميرة الحلويات، غنديرو ليه بحال هكا من فوق باش تا هو كيعاون كيخلي الورقة كل حاجة مورقة مزيان. وغادي نجيو هنا وغادي ناخدو هنايا وغنبداو كنديرو بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وغادي ناخدها بهذه الطريقه هذه وغادي نقلبها بحال هكا، وغادي ندهنها عاوتاني بالزبده كيف ما كتشوفوا. وغادي ناخدها وغادي نحطها في واحد اللاطه حتى نكمل العجين اللي عندي.
غادي نصاوب وحده اخرى. من ما كتسالي العجله عندك الاخرين كيتطلقوا، ومنين كتبقاي كتصاوبي فيهم راهما كيزيدوا كيتورقوا، كيزيدوا كيرقاق، هذاك الشرائط كيرقاقوا باش كيجي الملوي زوين. ما كتشوفوا معايا انا هنا ساليت العجل اللي عندي، انا حطيتهم واخا تشوفهم هكا يعني ما كيلصقوش. غادي نبدا ناخذ اول وحده درت، غادي ناخذها بحال هكا. بقاو معايا وتشوفوا كيفاش الطريقه، كما كتشوفوا راه ما تيلصقوا ما حتى حاجه. كناخذوا ثلاثه اصبع كنديروا لهم بحال هكا، كنبقاو كنلويو وحنا كنجبدوا، هنا كنلويو وكنجبدوا في نفس الوقت. شفتوا قداش ولات؟ يعني كتجبد مزيان غير بشويه حتى نكملوها كامله. واخا تقطع معاكم كتعاودوا تلصقوها مع شريط، شي شريط اخر ولا مع الشريط اللي تقطع منه، يعني ماشي مشكل. كتستمروا بحال هكا حتى كتكملوا العجين كامل، وانتم كتجبدوا يعني ضروري تجبدوا باش يجيكم مورق، ودوك الاشرطه كيكونوا رقاق يعني كيبقاش كيف درتيه في الاول كيكونوا غير صغار، ولكن ملي كيدير كيتجبد. كيف ما كتعرفوا هذا الشيء الاخر كندخلوه هنايا، كندخلوه لتحت بحال هكا وكنضغطوا عليها بحال هكا كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ وحده اخرى نخدمها معكم. ديما كنبداو بدوك الاولين اللي حطينا هما اللي كنبداو بهم. نبدا ندير نفس الطريقه ثلاثه السبع وكندور عليهم وانا كنجبد. ديما كتجبدوا باش كيجي مورق ودوك الشرائح تيجيو باينين، تيجيو محلولين. راها طويله كولا شفتوها كتكون طويله. جبدوا ولويو بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا راه كيبقاو مفرزين كما كتلاحظوا. غنستمر هكا كيف قلت لكم، واخا يتقطع معكم شي واحد شي شريط من هاد الاشرطه كتعاودوا تلصقوه عادي، كتستمروا بحال هكا. يعني انا خدامه معكم غير بشويه باش هكا نوصل الفكره. وديما داكشي اللي كيبقى للاخر كندخلوه من التحت وكنضغطوا على الملويه بحال هكا. غادي نستمر بهذه الطريقه وغادي نخليهم كاملين هكا ونغطيوهم بالبلاستيك الغذائي باش ما تكونش القشره من الفوق، ونطلقوا في الطريقه ديال الطياب ديالهم. ها هما طلقوا وترفوا كتشوفوا. دابا غادي ندوزو غادي نبدا بهاد الاولين اللي انا صوبت في الاول، غنبدا نطلق فيهم باش ندوزو طيبهم. ناخذ هذه غنبدا كنطلق فيها بحال هكا، نجيب شويه ديال الزيت نحاولوا ما نرققوهاش. واللي كيبغي البلوي رقيق راه يقدر يرققو كما كتشوفوا. انا خليتو في هذا السمك هذا غادي ندوز ندير الاخرى عاد غادي نبدا نطيبهم كما كتشوفوا غنطلقها بحال هكا. السم يكونوا مقادين يعني ما تجيش بلاصه طالعه بلاصه هابطه.
انا هنا سخنت المقله، نقصتها، نقصت البوطه مزيان، تخلي على عافيه مهيله. غادي ندير الزيت في المقلاه، غادي نجيب الملوي اللي انا سبق ليا وطلقته كما كتشوفوا، نزيد نديرو غير كتبدا كتشد راسها غير واحد شويه، نخليها غير واحد شويه وغادي نقلبها، ما خصكيش تخليها حتى تحمر من التحت، يعني غير شويه وكتقلب كما كتشوف دابا. غادي نقلبها ما غادي نخليهاش حتى تحمر كيف قلت لك بحال هكا كيف كتشوفوا، قلبوها غير بشويه. نحاول نقلبو غير بشويه حيت كما كتشوفوا كيجي مورق كيتحل دغيا، يعني خاص غير بشويه كما كتشوفوا ملي كيبداو كيطيبو نقلبوهم على الجهه الاخرى غير بشويه. هما كيطيبو حاولوا تدوروهم بحال هكا باش البلاصه اللي ما وصلهاش العافيه كتوصلها. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الملوي اللي عندي ونتلاقاو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الملوي كيف ما كتشوفوا، كيجي زوين ورائع، كيجي زوين بزاف. اتمنى ان الفيديو ديالي يكون نال اعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.